تحياتي للجميع، معكم باسم من ميديا ستار جروب بدرس جديد ومميز من دروس تعليم برنامج الافتر افكس. درسنا اليوم يا شباب يا صبايا بناء على رسائل اجتني كتير على الفيسبوك، على صفحة الفيسبوك، من شباب وصبايا عم يسألوني على كيفية عمل فيديوهات السبورة البيضاء داخل الافتر افكس. فاليوم بناء على الطلبات هي رح اعطي هالدرس مشان الناس اللي عندها شغل فيه تقدر تشتغل باسرع وقت وما نضيع وقت، يعني مشان الجميع. بس رح نتعلم اليوم كيف نعمله مثل ما شايفين. انتو فيكم طبعا تتحكموا بالسرعة وبكل شيء، واذا عندكم ستوري كاملة قصة كاملة قادرين بقى انتو تضبطوا الشخصيات وتشتغلوها كلها بناء على درس اليوم. تمام يا شباب يا صبايا، فهي درسنا اليوم رح نتعلم فيها الطريقة هي. مثل ما انتبهتوا انا بالكتابة مرة هون بشتغل فيها كيف هم يطلع القلم يكتب حرف حرف مثل ما شايفين، والمرة الثانية انا اخترت انه طلع الكتابة بهالشكل يعني. فانا راح اعلمكم مبدأ اليوم طريقة الشغل، وانتو اختاروا اللي بناسبكم واسلوب العمل الاحسن شيء لكم. تمام يا شباب يا صبايا، خلوني انا هلا اعمل كومب جديد، راح اسميه لهالكومب انا هذا وايت بورد. تمام يا شباب يا صبايا، راح نختاروا 30 فريم وراح اختاروا 30 ثانية. تمام يا شباب يا صبايا، والباك جراوند تبعيته لونه اسود. فانا عملته لهذا المين كومب. انا هلا بدي اعمل كومبات ثانيه، بدي اعمل هلا انا كومب راح سميه لهذا الكومب مان، اللي هو الرجال اللي بيطلع اول شيء. تمام، وراح اعمله انا 20 ثانيه. تمام يا شباب يا صبايا، وراح اعطي انا اوكي. هلا راح اجي انا هون على الفوتوز، راح اسحبه لهذا الشخصيه الرجال هذا، راح اسحبه لهون، راح اخذه لهون هيك، انا راح اعطيه بحرف الاس، راح كبر. تمام، هذا بدي اياه يطلع انا اول شيء. طريقه يا شباب كثير حلوه وكثير سهله وكتير كتير راح تنبسطوا لما تعرفوا. هلا انا اهم شيء بدي اروح على البريسيت، في عندي انا بالجينيريت بالجينيريت بفولدر جينيريت تبع الافكتات الخاصه بالافتر افكتس، في عندي انا فلتر اسمه او افكت اسمه رايت اون. تمام يا شباب يا صبايا، باخذه لهذا الرايت اون انا وبسحبه بحطه انا على الصوره هيدي اللي بدي هلا اعمل عليها التاثير. تمام يا شباب يا صبايا، انا بهيدا التاثير بالرايت اون انا بيهمني انه البراش بوزيشن هذا راح اعمله هلا بحكي لي لاحقا. انا عندي هون هذا البراش سايز، هذا شايفينه هلا انا بس كبر، شايفين هون انا بتكبر عندي البراش، هي هي راح اجيبها للبراش لهون، شايفين هذا انا عندي حدود الشكل هو هذا لهون حدوده، شايفين عندها القوابط هي، فاذا طلعت انا براته فهي طلعت براته لهالشكل هذا. تمام، لانه هي مفروض شايفين اون اوريجينال ايمج، فهي الخيار هون انه البينت ستايل اون اوريجينال ايمج، فانا اذا طلعت برات الايمج ما بقى في عندي شيء، ما بقى ببين البرش، بس ما بيهمني طبعا هلا بنشوف ليش. فهي اعداداتها اللي هي السايز تبعها هون، الهاردنس قديش بدك اياها انت فيها ضبابيه ولا بدك اياها قاسيه، هي الاوباسيتي تبعيتها، وهيدا اللينكس، وهون السبيسينج. انا السبيسينج بيهمني شوي لانه السبيسينج لما انا ارسم فيها او حرك، فهلا بنشوف انا ليش لازم السبيسينج، هلا لما اشرح لكم عنها رح نعرف ليش. فانا اخذت لها الاداه هي. تمام يا شباب ويا صبايا، رح احطها انا هون هلا هون، فرح اجي انا هلا على براش بوزيشن، شايفين هاي رح اعطي انا كي فريم هون. تمام، فهلا انتو يعني فيكم تحددوا مثلا من هون 3 ثواني، تمام، عفوا مو 3 ثواني، 3 فريمات، تضغطوا 3 وبتكبسوا انتر، فهي 3 فريمات، يا مثلا اذا حبيتوا 5 فريمات، 5 فريمات وانتر، وكل 5 فريمات بنعمل حركة. هلا انا هي حضرت انا 5 فريمات، تمام، جيت عملت هيك، رح اجي هلا انا اعمل هون زائد 5، تمام، زائد 5، رح اجي هلا انا هلا بدي ارسم فوقه، يعني تمام يا شباب يا صبايا، فبظن انتم هلا صار عندكم فكرة ليش انا عم برسم بهالطريقة هي، لانه هو هالرسم هذا هو بيظهر لي الطريقة اللي راح انا يعني كأنه انا هلا عم برسمه بالقلم، بس اول شيء لازم انا استخدم هالفلتر هذا لحتى ارسم فوق وهيك، بعدين بفرجيكم التأثير اللي نعمله فيه هلا شوي تانية. فهلا انا برجع بعمل زائد 5، تمام، وبرجع باخذ لهي البرش هون، انا بيهمني اغطيه كلياته وانا عم برسم. تمام، فكيف بتشوفوا الطريقة المناسبة الحركة اللي بدكم اياها انتم بتعملوها. فانا راح اجي لهون هيك هلا، وراح ارجع اعمل زائد 5، تمام، وراح اجي اخذه لعند الايد هيدي هون. تمام، فانتوا حسيتوا بدكم تكبروا البراش، هي البراش انا فيني كبرها، شايفين وانا عم ارسم لحتى خلي كل شيء فيه مخبى، برجع بعمل زائد 5 وراح اجي انا لهون هيك، تمام، راح اغطي هيدي الجهه هون، راح ارجع لهون، راح ارجع اعمل زائد 5، راح انزل هيك كمان، راح اعمل هون هيك، وكمان رح نجي على زائد 5. هلا لا تملوا معي، البقيانين ممكن اعملهم بشكل اسرع، بس اول واحد بدي اعمله على مهلي مشان نتعلم سوا كيف نحن
بنشتغل هالتطبيق تبع الوايت بورد وبصير نعمل فيه على كل شغلكم قد ما بدكم وايمت ما بدكم، بصيروا قادرين تعملوا شروحات للعالم سواء على مدرسة جامعة شغل أي شيء بهالطريقة هيدا يعني. فالأمور كتير سهلة وكتير حلوة وكتير راح تفيدكم بشغلكم بالسوق بشكل خاص يعني، قد ما أنا مطلوبة هيدا التقنية. تمام يا شباب يا صبايا، فهلأ أنا خلصت تمام، فهلأ أنا راح أضغط هون أيوه لطلع الكي فريم. هلا انا بعمل نظره سريعه هيك شايفين، انا هلا قطيته كلياته. هلا راح اجي على اول فريم، انا شو بعمل هون؟ بينت ستايل، انا بختار ريفيل اوريجينال ايمج، يعني طلعني انت الايمج الاصليه بس تطلع هيدا، بس تمر البراش محل ما بتمر البراش طلع لي الصوره الاصليه. هلا شوفوا اذا انا بشغل، شايفين؟ شايفين ما احلى هلا كانه عم يرسم. فبظن هلا انتم صار عندكم فكره شو بدي اعمل الخطوه الجايه. فهلا انا راح اجي لهون شايفين، هلا انا تمام. اذا انتم مثلا كنتوا عند اول كي فريم مثلا هذا اللي هون، اذا مثلا كنتوا هيك مثلا شايفين مبين شوي منه، فمثلا راح ارجع انا على الاوريجينال، يعني كانت هيدا البراش جايه هون، فانا ما في مشكله يعني باول فريم فيني احط البراش وين ما بدي، بعد قد ما بدي مشان يضل الصوره كلها ما فيها شيء. شايفين انا بشغل ما احلى، فهي انا هلا عملت هالتاثير الحلو. هلا شو بدي اعمل يا شباب والصبايا؟ راح اجيب انا الهاند تمام، الهاند راح احطه هون انا هلا تمام. فهلا انا فيني اجي على الهاند، فيني اجي على الهاند هون بس راح اقرب انا فريم لقدام بس اشوف انا وين طالع هذا، وراح اجي اخذ اداه انا الانكر بوينت هون، راح احط انا فيها الانكر بوينت هون على الراس تماما، وراح اجي انا افتح هون اليو لاشوف هالكي فريمات وكبر شوي تمام، وراح اجي انا على الهاند راح اخذ خيار البوزيشن. هلا هذا خيار نحن بناخده، انا هلا بجي بحط انا كي فريم هون تمام، وانا فيني هلا بالهوم مثل ما شايفين، شايفين فيني انا هلا بالجي والكي، اذا انا عملت الكي فبينقلني هو على الكي فريم الثاني تمام. فانا اجيت على الكي فريم الثاني، هلا بحرك هيدا هيك شايفين، برجع بعطي كي بياخذني على الكي فريم اللي بعده، كل ما اخذني على الكي فريم وطلع شيء من اللوحه او من الرسمه انا بحرك الايد تبعيتي على تحريكه البراش تبعيتي شايفين. هلا بنزله هيك وبرجع هون هيك راح اجي اخذه هيك تمام. هلا انا ممكن كمان اخذها على نص الحركه مشان اقدر استوعب معه كله باخذها هيك. فانا هلا بشوف كيف عم يرسم، انا بحرك البراش تبعيتي او البين تبعي مشان طابقه مع الحركه هي تمام. فهلا عم يطلع هونيك، هلا برجع باخذها هيك تمام، وهلا هون راح اجي لهون هيك طلع من عندي، شو طلع عندي انا ما انتبهت تمام، طلع زياده عندي من الايد من هون راح اجي هيك. وهلا انا بجي هسه كي فريم لقدام شايفين، بجي لهون هيك، هلا بجي هون هيك وبرجع بنزل هيك وبيجي لهون هيك، وهي باخده هيك تمام، وبعطيه كي فريم زياده لاطلع الايد انا من البورد نهائيا من السبوره. خليني اشوف انا هلا كيف صار الشغل. تمام يا شباب يا صبايا، هلا بنحط 1 2 3 شايفين، شايفين ما احلاها يعني، انا عملتها بهالطريقه هي شايفين يعني. فانتوا قادرين تعملوها مثل ما قلت لكم يعني اسرع ابطا مثل ما بدكم، تحطوا كي فريمات اكثر لتطلعوها 100 100. بس طبعا مثل ما شايفين حتى بالبرامج الخاصه للوايت بورد ما بيكون القلم عم يرسم 100 100، بكفي تحركوا انت يمين يسار تماما يا شباب يا صبايا، بكفي تحركوا يمين يسار هيك فيبين انه هو عم يرسم الرسمه ويطلعها. بشوفوا ما احلى هيك شايفين، هي بنكون احنا خلصنا من الكون بالاول. تمام يا شباب يا صبايا، فهلا انا راح سكروا لهذا المان تمام، فراح اجي هلا انا على الوايت بورد هذا الكومب الاساسي، وراح اجي هذا المان هون نزله فيه تمام. فهي انا عندي اول كومب انا هلا عملته. شو راح اجي اعمل انا؟ راح اجي اعمل انا نيو سوليد تمام، خلوني احط خلفيه زرقاء حلوه انا بالكومب تبعي هيك احلى مثل ما شايفين، وراح نزل انا الوايت بورد جايبه. طبعا هلا انتم مثل ما قلت لكم فيكم تخلوا الوايت بورد على قد كل الشاشه، يعني اذا حبيتوا تعملوا وايت بورد كامل ففيكم تعملوه هيك تمام، وترسموا عليها وتحطوا صورة بيضة يعني وترسموا عليها تمام، هي بتكون تقنية الوايت بورد تماما. فهي أول شخصية. هلا أنا شو بدي أجي أعمل؟ أنا هلا بجي بعمل مثلا كومب بسميه تكست تمام يا شباب، تكست واحد كمان راح أخذه 20 فريم، أنا أعطيته إنتر هلا بس شوي علق تمام فتح هلا. فراح أجي عليه لهون أنا مثلا ويلكم، خلوني أختار لون، وبصراحة هي شفافة الخلفية فخلوني اختار على هذا اللون تمام. ويلكم تو مثلا وايت بورد
ويلكم تو وايت بورد، خلاص يعني انتم ما راح هلا اخترع قصه. فالفكره انا هلا هون شو بدي اجي كمان اطبق على هيك، كمان راح اطبق عليها نفس التاثير. تمام يا شباب يا صبايا، فهلا هون انتم اذا بدكم القلم يجي وراها ويكتب حرف حرف، تمام. فهلا انا بدي اجي لهون، هي عندي انا البراش، خلوني اول شيء كبرها مشان تعرفوا حالكم انتم وين. فهي انا بكبرها ليك، وهي هون اذا انا هلا بس بحط، شايفين هي هون. خلوني اغير لونها على الاحمر، طبعا اللون ما بياثر على التاثير اللي نحن عم نعمله، لسبب انه هي رح تطلع شفافه ورح تطلع بس الشيء اللي عم نرسمه نحن. فهلا انا شو فيني اجي اعمل لهون؟ كمان بجي بحط لها البراش هون، بحط لها كي فريم، تمام. وهلا انا بجي سوري رح اجي كمان اقرب شوي هيك، هلا رح اشتغل انا على السرير، تمام. ولا ممكن صغر كمان البراش تبعيتك على قد الحرف عشان تريحني بس هلا بالرسم الحالي. يعني راح اعمل يورو طلع الكي فريم هون، انا راح اجي اخذها فوق هي تماما، تمام. وراح اجي هون هيك، راح ارجع ارسمها هيك. هلا شايفين انا هيدا بتهمني، عم بقول كنت سبيسينج، فانا لما صغرت الخط فالسبيسينج ببين. فهيدا خيار البراش سبيسينج انا بنزله لانه بدي اياها تضل حتى بالغي اذا بدي كمان، شايفين انا بدي اياها تضل كخط مشان تخبيلي الرسمه اللي تحتها، لانه انا اذا عملت لها سبيسينج شايفين صار هلا انا عم برسم ليكو كلها ذات دوائر، فما بقى صار عم بغطي الجسم اللي تحتها او الصوره او التكست يعني. فهلا انا هون بصغر السبيسينج فصار هيك تمام عم يرسم. فهلا انا بجي عند الكي فريم هون بحطها لهي هيك. هلا كمان راح اجي انا احرك شوي لقدام، راح نزلها هيك. راح اعلمكم كيف تعملوها، شايفكم تحملوا معي، لانه مثل ما شايفين كلام هون يمكن العالم تقول اذا انا عملتها لوحدي كيف بدي اوصل. فنحن هلا عم نفرجيكم كيف الشغل، تمام. فهلا انا برجع بعد ما خلصت الدبليو وغطيتها بكمل، شايفين يا شباب ويا صبايا بكمل لهون. انا ما بيهمني كيف الاحرف، انا ما بيهمني يعني ما راح فصل، ما راح يعني ما راح اعطي انا فصل بينه وبين الحرف، لا بضل انت تكمل عما ترسم، تمام. فهلا انا بجي هي باخذها هيك، تمام، بطيتها لهي، كمان بعمل حرف هيك، برجع باخذها لهي لفوق هيك، شايفين؟ شايف بغطيها هيك. فانت لك طريقه الرسم بالشكل اللي بتشوفه، المهم انت تغطي الحرف بشكل كامل طبعا. وهلا انا بعمل هيك غطيته، راح ارجع اسحب لهون هيك، راح اروح على ال وراح اجي لهون هيك، وراح ارفع لفوق، هي انا غطيت ال ال، تمام. وراح انزل هلا على السي، انا ما راح اعملك الا راح اعمل لعند الويلكم بس مشان افرجيكم اياها، تمام. راح اعمل لعند الويلكم وراح شيل بقيه النص، بس انا مشان اعلمكم اياها الطريقه هي. فهلا بتجي هي هون، وهلا باخذ هيدا شوي كي فريم، بجي الويلكم هون بغطيها هيك، وهلا راح اروح لهون وراح اروح على الاو. هلا مثل ما شايفين يعني بدكم تتعبوا شوي لما تشتغلوا فيها، تمام يا شباب ويا صبايا، بس هي يعني لتشتغلوا تطلع معكم مثل بتشوفوها بالسوق كنت تعبوا فيها. بس بكل الاحوال يعني انت لما تكون عم تعمل هيككم يعني بتكون معك دقيقتين مثلا هيدا، فبتشتغل لك يوم فيها يعني، ما انه يعني بالنهايه اذا يعني الله هيك بعت لكم شغل وتوفقتوا، فبيتعب الواحد يوم يعني على شغله مثل هي لحتى يشتغلها لحدا بالسوق يعني. فالفكره انه لو تعبتوا على النصوص شوي لحتى تعملوها بهالطريقه هي، تمام. او بعلمكم الطريقه الثانيه اللي هي اسرع، انك تعمل مثل ما عملت بالرسمه، اخذ الخط هيك 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 هيك، فكمان ممكن تسرع لكم الشغل، عرفتوا كيف يعني. فالفكره انه حسب الزبون وحسب انتم كيف شايفين الوضع بتعملوا الطريقه هيدي، تمام يا شباب يا صبايا. بس يعني بهالمجال تبعنا لا غنى عن التعب، وكل ما تعب الانسان اكثر كل ما طلع معه نتائج اكثر، كل ما حس بقيمه شغله اكثر يعني. فهلا انا راح اجي لهون هيك، راح اجي لهون هيك، شايفين، وراح اطلع لهون هيك. هلا انا مثلا عندي هالنقطه هون وعندي هذا شوي ما كثير زبطتهم، يا بدي ارجع هلا بالكي فريمات، يا اما فيني اجي لهون كبرها لهيدا شوي، ما بضر، المهم اني اغطيها كلها، تمام. رح ارجع انا هلا اخذ الاداه التكست وراح امحي بس الويلكم للتو والكلام اللي بعدها. هلا انا صارت عندي هي، راح اجي لهون اعطيه ريفيل اوريجينال ايمج، تمام، يعني طلع لي اياها بس تمر فيها يمر فيها البراش. شايفين هلا انا اول نقطه هون كيف جاي البراش، لانه انا اذا هلا بعطيه فرجيني اياها الاصليه، فانا حاطط البراش الاساسيه فوق هي، فانا فوق الحرف. فانا هلا باول كي فريم فيني ارجع ارفعه لفوق، تمام. وهلا انا راح امشي، شوفوا يا شباب يا صبايا يعني، تمام، يعني هلا هيك عم تطلع ال
تقريبا عم تنكتب كأنه أنا ما عم يكتبها. طبعا قد ما بتكون دقيق أكتر بتطلع أكتر وأكتر أحسن يعني. بس مثل ما قلت لكم يعني أنتوا تشوفوها هي حتى بالبرامج ما بيكون مية مية ماشي، أنا بكون أنا بس عم يروح يمين وفوق، بس هو بيخدع البصر إنه ببين عم يشتغل مية مية على الحرف. فنحن هيك عملناها بشكل كتير قريب. هلا أنا شو فيني إجي أعمل؟ راح اجي هلا لهون، اسحب الهاند انا حطه فوق التكست. راح اعلمكم هون شغله تانية حلوه. هلا راح اجي انا حط الايد هون، وراح اخذه لهذا الانكر بوينت حطه هون. تمام. هلا هي المفروض طريقه تمشي على حتى على الرسمه، بس احيانا احيانا يعني مديش الاحداثيات بتنط لجهه تانية، وهي كالتالي. هلا انا راح افتح هون اليو، شايفين اللي هي البراش، وراح اجي على الهاند انا اعطي بوزيشن. هلا هون شو بعمل انا؟ بضغط حرف الالت وبضغط على الكي فريم تبع البوزيشن. شو بيكون هو هون؟ بيكون طلع لي خيار السكريبت. نحن ما رح نكتب شيء، نحن بس بدنا هلا نجي لهون نسحبها لهيدي، شايفين البيك ويب اسمها، هيدي الحلزونه اللي هون بسحبها هيك انا وبمشيها لتوصل عند كلمه البراش بوزيشن وبتركها. بعدين بضغط انا بالمؤشر، بضغط هون او بضغط هون باي مكان. شو عمل هلا؟ شايفين هون this comp layer welcome اللي اسمها text welcome effect right on brush position، مربوطه بالافكت اللي اسمه right on بالبوزيشن. فهلا انا شو عمل؟ بدل ما اجي انا احركها بالبوزيشن تبعها، ربطت البوزيشن تبعها بالبوزيشن تبع البراش. فهلا انا هي شغلت يا شباب يا صبايا، شوفوا شايفين ربط فورا، اذا تحرك لوحدها مباشره. شايفين شايفين ما احلاها. فنحن هلا عملنا القلم تماما عم يكتب هالكلام هذا. هلا انا بجي، هلا انتم فيكم بدكم دائما تربطوا البوزيشن تبعيه الايد بالبوزيشن بالبراش بوزيشن، يعني انا حتى بالبيرسون فيكم تربطوها، بس احيانا انا عم بصير لما تربطها برسمه جايبه انت مانك راسمها جوا البرنامج، فعم يضطر عم يروح احيانا الايد عم تطلع لبوزيشن ثاني بتتحرك معه، بس بتكون مثلا عم ترسم الرسمه هون بتكون الايد عم ترسم من هون، فبتضطر انت لانك ربطها، لان البوزيشن لما اربطه شايفين لما تربطه بالسكريبت انا هون ما عاد فيني بقى اغير البوزيشن تبعها، شايفين؟ وما عاد بقى فيني انا احط كي فريم يعني. فالمشكله انه لما تكون عامل ربط بدك تضطر انت تستخدم بقى الانكر بوينت. تمام. فهلا انا بالانكر بوينت فيني احرك، شوفوا فيني احرك. هلا انا اذا حركت البوزيشن تبعي لك شايفين بيرجع، لو انا حركته بيرجع لمحله ليش؟ لانه صار مربوط بهي، فهديك هي صار البوزيشن تبعها هو اللي بياثر على هذا. هلا انا اذا بحرك هي شايفين بتتحرك الايد معها. فالفكره هون بتطلع احيانا مفشكله، فلذلك طبقوها لما تكون عندكم شغل من جوا الافتر افكت، او اذا جايبين رسمات انتم من الالستريتر مدخلينها على الافتر افكتس فبتزبط الايد مع الحركه، ما بتطلع اي مشكله، فبتوفر عليكم وقت. تمام يا شباب يا صبايا، هي بس الملاحظه المهمه مشان الناس اذا صارت معه ما تضيع يعني. فانا بما اني كاتب النص جوا الافتر افكتس وربطت فيها الايد مباشره ربط معي على التكست، فهلا انا بجي على الوايت بورد. تمام. فانا هلا هيك انا بشتغل، يكون عندي انا وايت بورد اللي هو الكوب الاساسي، الكومب الاساسي يعني. انت اذا القصه تبعيتك تاخذ دقيقه بتكون عامل مدته دقيقه، وكل ما خلصت كومب فرعي بتكون عامله مثلا شيء 20 ثانيه شيء 5 ثانيه على حسب انت شو راح يطلع فيه. تمام. وبعدين بتدخلهم كلهم بتحطهم بالكومب الرئيسي. فانا هلا مثلا كتبت التكست 1، هي التكست 1 رح طلعها على برا مجلد الصور. هلا انا بجيبها لهون تكست 1، فانا مثلا خلص الرجال تبعي طلع وين؟ طلع هون. هلا انا بسحب التكست تبعينا هون، شايفين؟ فشايفين هلا انا هيك، هلا بجي باخذها لهيدي لهون وين ما بدي بحطها. هلا خلينا نشوفها من الاول، شايفين هذا الرجال اللي بيطلع عندي؟ او انا دخل فيه نطلع هذيك اسمها هون، خلص الرجال هون انا بجيبه لهيدا التكست بحطه هون. تمام؟ اي ما غلطت هاي راح اجي لهون، شايفين الشغل هيك العملي شو بيطلع احيانا الشغلات؟ يا يعني بتكون عم تسحب كوم بتحطه هون بتشوفوا سحب لوحده وراح هيك وكذا، اللي بيشتغلوا على طول بيعرفوا مشاكل الافتر افكتس وخلصوا. فالمهم يا شباب شايفين هلا انا طلعت الكلام، فحلاوته مثلا هي كي فريمز، فشايفين كلام طالع بطيء وعم يتمهل، وطبعا بالاضافه لهو هلا عم يرندر يعني فعم ياخذ وقته. فانا جيت لهون هلا اخترت له ان ورجعت قلت لكم اياه لنشوف بعد ما رندر. طيب فانا شايف حركه بطيئه بكل بساطه. تمام. بروح لهون انا بروح على الويلكم هون، شايفين انا بعلمهم كلهم بضغط على الالت، شايفين انا وبجي مثلا بقرب الكي فريمات فبالحاله انا بسرع الحركه. كان هو مدته شيء 4 5 6 ثواني لحتى يكتب، هلا انا خليته يكتب ثانيتين ونص. فهلا اذا برجع على الوايت بورد انا، تمام هلا بمشيه من جديد. تمام شايفين صار الكتابة أسرع هلا، وفيني أسرعها أكثر، فيني أخليها ثانية إذا بدي يكتب. فإذا عندي نص طويل أكيد رح أخليه يكتب بشكل أسرع.
فهلا انا في شغل الايد هون، هلا هون بتجي بقول انا وبتربطه هيك، انت فين بقى تحرك الخيار البوزيشن. فانا مثلا بيطلع الايد لبرا، شو بعمل انا؟ هلا انا بيجي هون على الانكر بوينت، عند اخر ما كتب هون بحط انا الانكر بوينت، بحط له كي فريم وبجي لهون شوي، وبعدين الانكر بوينت بنزله لتحت او طلع لفوق او باخذه على اليمين او على اليسار وين ما بدي. تمام، فانا رح طلعه لبرا على اليسار لانه انا مثل ما تكون البوزيشن ضبطته ما فيني بقى احركه. فهلا انا هي بكون شغلي ممتاز. هلا برجع انا، شايفين بعد ما كتب، لانه ما بدي الايد تضل هيك بالشاشه، لا بدي اياها خلص كتبت وتطلع عشان لما يطلع التاثير اللي بعدها يبين انه الايد اجت مره ثانيه. تمام، فهلا راح نبلش بهذا هيك، شايفين. فاي طريقتين انا معلمكم اياها مشان يكون عندكم كل الخبره او كل المعرفه الضروريه. يعني هون مثلا حتى انا هون انه عندي الايد مبلشه مثلا باول شيء بالشاشه، شايفين باول كي فريم بالشاشه. فانا فيني مثلا اجي لهون اسحب الكي فريمات فريم واحد لقدام، تمام فريم واحد لقدام، او ما في داعي اسحب الكل، فيني اسحب هيدا شوي شوي صغيره بس، لانه انا فيني اعمل كي فريم جديد بس بدي انا هيدا الايد. تمام، بس بدي اياها اول شيء تكون برا. تمام، هلا انا بتنزل الايد ترسم، يعني انا مثلا ما بدي اياها تكون طالعه بالشاشه من اول شيء، شايفين. فنزلت من فوق ورسمت، شايفين قديش فيني اتحكم انا وقديش التاثير حلو وقديش الشغل سهل يعني. فهي الطريقه المثاليه والرائعه لتشتغلوا فيها. خلوني هلا قبل ما اخلص الدرس لكان اعمل لكم كومب ثاني عن تكست ثاني، نتعلم الطريقه الثانيه كيف نحن فينا نعمل فيها حركه كمان الكتابه. فخلوني انا اكتب هالنص التالي هذا مثلا ثانك يو، بس خلوني انا هون اروح الباك جراوند، ثانك يو فور مثلا واتشينج ذيس تمام ليكتشر. تمام يا شباب يا صبايا، فأنا ممكن إذا حبيت خليها هيك، أو خلوني أطلع الليكتشر لعندي زيس هون، خليهم هيك بهالشكل هذا. هلا رح أجي لهون، رح آخذ رايت أون، رح أحطه فوق التكست مثل العادة، رح أجي كبر البراش تبعيتي هون، رح أختار لون أحمر أنا مشان تشوفوا الشغل أنتو. خلوني كبرها للبراش مثل ما شايفين هيك، يعني خلوني أضل باثنين ثلاثة يكون أنا نخلص مثلا من ال من اني مغطى النص كلياته. راح اجي لهون راح اضغط على الافكت، انا فيني مثلا من هون احط الكي فريم او اجي لهون على الرايت اون، ومن هون بضغط على الكي فريم. راح اجي هلا مشيها شوي، راح اجي حد امسكها من هون اخذها هيك، شايفين هي اول كي فريم اخذتها هيك. راح اجي لهون راح اجي اخذها هيك، شايفين هي غطينا النص الثاني، وهي كي فريم ثالث هون هيك، وها هي غطيناها لهي. هلا راح سكر الافكت انا هون، تمام راح خلي بس يو لحتى يضل مبين لي اياه، وراح اجي لهون انا اعطيه ريفيل. هلا بنشوف كيف الحركه، شايفين طبعا انا شايفه الحركه انها بطيئه، فانا بجي بخليها اذا حبيت شايفين تقريبا بحدود الثانيه، شايفين ما اسرعها. كمان فيكم بهالطريقه هي، وفيني كمان ارجع انا اجيب القلم تمام يا شباب، او اجيب الايد راح احطه فوق انا، ومثل ما حكينا بقدم شوي صغيره بس اشوف الكتابه من وين بتبلش. هلا بجي بسحب القلم انا باخذه لهون لعند بدايتها، واهم شيء بجي انا باخذ الانكر بوينت بحطه عند راس القلم هون، ومثل ما اتفقنا انا بجي بضغط البي للهاند وبضغط الالت، وبجي لهون بسحب البيك ويب وبسحبها عند البراش بوزيشن، بضغط هون هلا، وهلا بنشوف كيف صار التاثير. فشايفين يا شباب يا صبايا ما احلى هيك. كمان فيكم تستخدموا هالطريقة، يعني كمان ما ضروري الواحد انه الايد تكتب كل حرف بحرفه. هلا اذا عندكم جملة رئيسية ايه، اذا ما حبيتوا تضيعوا وقت بكتير نصوص فهي الطريقة كمان ممكن تعملوها. ممكن كمان شوي بطئ الحركة هون، يعني اعملها هيك شوي ابطا، شايفين كمان هي الطريقة. هلا بجي على الوايت بورد انا باخذ التكست 2 مثلا، وين خلص التكست الاول؟ هذا التكست الاول هون خلص، فانا ممكن اجي نزلها هون، شايفين نزلها هون هيك تمام، بيطلع هذا الكلام مثلا هون، يعني خليني يطلعوا لهذا لهون هيك بعد ما يخلص التكست الاول، ومدوا لهذا شوي، شايفين كوم بالتحتاني فويلكم، بعدين تطلع ثانك يو، بس خلوني اجي اخذه للكومب انا احطه هون هيك، شايفين. ومثل ما حكينا فيني اجي سكيل اعمله صغير شوي، تمام يا شباب يا صبايا، ها وهي صغروا قصه اكثر كمان اذا فيني احطه هيك. وهلا شايفين فيني اجي هيك تطلع، وانا بس اتاكد انه بس تخلص الايد الاولى بتطلع هذا الثاني، هلا بتخلص الويل كان بيطلع الثاني. وانا هون بالتكست 2 مثل ما حكينا، يعني انا بدي الايد
بدي الايد انا لما تخلص ما تضل هيك واقفه بالشاشه. فانا بجي لهون بختار شيفت اه يعني هي انكر بوينت هون، بجي بحط كي فريم، بجي لهون هيك، خليني اسكر البوزيشن مشان ما يلبككم، وبجي انا فورا فورا فيني اسحب الايد لبرا هيك، شايفين بسحبها لبرا. وهلا بجي على هيدي الصوره هون، شايفين ما احلاها. فهلا اشوف الكومب تبعي هيك انا مقرزه، شايفين يا شباب ويا صبايا، هي كتابة نظامية مع الحرف بحرفه. وهلا هون بتطلع كتابة هيك يعني. فانتوا انا معلمكم الطرق كلياتها، فهلا انتوا شو ما بدكم تعملوا كومبات مثلا ممكن تجوا تخلصوا الحركة كلياتها من هون، شايفين بنجي هون بنقصها لهيدي الهاند هون، بنقصه لهذا هون، شايفين؟ فهيك خلصت الحركة. فانت بتكون عامل كومب اسا تالت لشخص جديد، بعدين بترجع بتنزله هون وهكذا. فبصير عندكم انتوا على طول الكومب هون كومبات عم تمشي ورا بعضها لا توصلوا للنهاية، شايفين؟ فهذا هو درسنا اليوم، هي الطريقة انكم تعملوا فيها الوايت بورد. بتمنى تكون عجبتكم يا شباب ويا صبايا، بتمنى تشاركوا هالدروس مع رفقاتكم، وبتمنى تكون عم تفيدكم هالدروس هيدا يعني خاصة الدروس العملية. انتظروني بالدرس الجاي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات. بتمنى لكم كل خير وعافية، بشوفكم بالدرس القادم، يعطيكم ألف عافية وسلامات للجميع.